السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة من برنامج صحافتكم، لنستعرض معكم أهم أخبار الصحف المحلية صادرة اليوم السبت الموافق 15 من أبريل 2017. ونبدأ جولتنا بأبرز ما جاءت به صحفنا المحلية من عناوين على صفحتها الأولى. ومن صحيفة الأيام نقرأ: عقد اجتماعا مع الرئيس دوتيرتي رئيس الوزراء، توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الفلبين. الحكومة مكافآت المعلمين مستمرة ودراسة تعديل رواتب البلديين. الحكومة للنواب، تطبيق العدادات الرقمية في شوارع البحرين غير ممكن. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: ولي العهد يشهد انطلاق سباقات الفورمولا 1 ويؤكد سباقاتنا هويتها بحرينية وهي موضع إشادة عالمية. الألماني سيباستيان بطل التجربة الأولى، واليوم تتحدد مراكز الانطلاق وغدا السباق الرئيسي. الحكومة، عوضنا المتضررين من الأمطار ولا يزال الباب مفتوحا. أما صحيفة البلاد فقد عنونت: 45 مليون دينار إيرادات المواصلات. لجنة برلمانية والداخلية لا لإلغاء المحافظات. مع انطلاق الحدث الرياضي الأكبر والأبرز في مملكة البحرين وهو الفورمولا 1، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رحب بالجمهور من زوار ومواطنين ومقيمين الحاضرين سباق الفورمولا 1 2017 والفرق المشاركة في السباق، مضيفا أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات كبيرة في سباقات الجائزة الكبرى منذ 2004 جسدته الإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها المملكة. لفتت صحيفة الأيام أنه انطلقت بالأمس على مضمار حلبة البحرين الدولية منافسات اليوم الأول من سباق الفورمولا 1، حيث تمكن البريطاني سيباستيان من السيطرة على أول فعاليات السباق. هذا وتوقع الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة في تصريح للوطن أنه يقارب عدد حضور سباق الفورمولا 1 نحو 34 ألف زائر، وهي الطاقة الاستيعابية لحلبة البحرين الدولية، مشيرا إلى أن العام الحالي أنشط من سابقه. نطالع من صحيفة الوسط أن الرئيس التنفيذي لحلبة باكو سيتي الأذربيجانية رحيموف أعرب عن إعجابه الكبير بالجهود التي تبذلها البحرين متمثلة بحلباتها الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط في تطوير رياضة السيارات في المنطقة. إليكم مشاهدينا صورا من أجواء المرح في الفورمولا 1 من صحيفة الوطن. ننتقل إلى الأخبار التي تناولتها صحيفة أخبار الخليج، ونقرأ منها أن الحكومة أكدت في ردها على اقتراح نيابي بشأن تعويض المواطنين المتضررين جراء هطول الأمطار الأخيرة على البحرين أن لدى وزارتي الأشغال والإسكان لجنة خاصة بالأضرار، وقد تم تعويض العديد من المواطنين والمنازل المتضررة جراء الأمطار، وما زال العمل مستمرا لإحصاء وزيارة كل المنازل المتضررة.
إلى ذلك نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لم يصدر عنها أي قرار أو تعميم حول وقف مكافآت المعلمين وحوافزهم في بعض المدارس الحكومية، وأن منح المكافآت والحوافز لمستحقيها يخضع لمعايير الخدمة المدنية والقواعد والأنظمة. ومع أخبار متنوعة لصحفنا المحلية، ونقرأ من صحيفة الأيام أن الحكومة رفضت فكرة تجريب العدادات الرقمية، مبررة ذلك بأنه تم التواصل مع الشركة المصنعة للإشارات التي تستورد منها الوزارة، وقد أوضحت الشركة أنه من غير المتوقع تركيب العدادات على الإشارات الضوئية نظراً لعدم ملائمة النظام الذكي للإشارات الضوئية لنظام العدادات الذي يتطلب التوقيت الثابت. إلى ذلك نطالع من صحيفة الأيام أن تقرير منتدى دافوس كشف أن البحرين أظهرت ارتفاعاً إيجابياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين خلال 11 عاماً، مرجعاً ارتفاع قيمة المؤشر في عام 2016 إلى مؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة والدخل التقديري، موضحاً أن البحرين حصلت على أفضل ترتيب في عام 2016 لتحتل على المرتبة 12 من أصل 144 دولة حول العالم. وإلى صحيفة البلاد ونقرأ منها أن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قال إن الوزارة عملت على تنمية الإيرادات الحكومية وتقليل النفقات، ما نتج عنه نموا وزيادة كبيرة في المبالغ المحصلة منذ عام 2011 وحتى عام 2015 بمقدار 50%، وأن إيرادات الوزارة لسنة عام 2016 قد بلغت أكثر من 45 مليون دينار. إلى ذلك نطالع من صحيفة البلاد أن توافق لجنة برلمانية مع الحكومة قاد لتوصية برفض اقتراح بقانون لإلغاء المحافظات وإسناد دورها لمديريات الشرطة. من جهته أوضح ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن نظام المحافظات له فلسفة معينة وليس هناك ما يدعو إلى إلغائه في الوقت الراهن لما سيترتب عليه من آثار. ونستمر معكم في عرض أهم الأخبار، وإلى صحيفة الوطن التي نشرت أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين في الجسرة، وذلك ضمن الخطة الإنشائية المستقبلية الجديدة للوزارة والتي من المتوقع أن تقلل الكثافة الطلابية بمدرسة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، ومن ثم يتم الاستغناء عن الكبائن في المدرسة في حال توفرت الإمكانيات اللازمة للمشروع. إلى ذلك نطالع من صحيفة الوطن أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قال إنه تم الانتهاء من التصاميم الهندسية لمشروع ممشى سماهنج بالإضافة إلى حديقة عامة. وقبل ختام جولتنا الصحفية نبقى مع الكاريكاتير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.